الطرف الثاني يا هادي سجل وتوقع على كل الاوراق خلاص خذوا قبل هذا قبل اوقع كم اخر لا لا خلاص وقعت سجلت عند الشباب يا يعطيكم الف عافيه كمل وجراتك الله يحفظك شكرا لك المتسابق الثاني من طرف بهاج تفضل شكرا لك شكرا لك مسفر وريكي الى النجوميه حياك الله ومبارك لك يا مسفر هذا القبول حياك الله يا مسفر مرحبا اسمع خله يسجل معلومات حياك الله سلام مرحبا حياك الله مسفر الف مبروك القبول الله يوفقك ان شاء الله يا طبعا بهاج الان بفوضك ليس شرطا يعطيك نفس نسب زملائك لان في اولويات عند كل ليدر بهاج الان عط عرضك لمسفر ولا تبصر يا شباب ابشر مسفر الله يحييك ملايين الله يبقى. في هذا البرنامج باذن الله انك من الشباب الناجحين اتمنى لك التوفيق النسبه نفس اخوك هادي من المتجر 10% من جائزه المراكز 33% مسفر انت عارف انه يشارك في الشغلتين اللي هي المتاجر ويشارك في المراكز الاولى سواء كنت اخذت المركز الاول ولا الثاني ولا الثالث بالفلوس فهو عرضه 10% من المتجر متاجر و30% من اي مركز تاخذه بحثنا مجاملات يا طلع عندك هذا رايك إيه؟ الشباب هل في احد منكم عنده لا عرض لا ما في سعد عندك عرض لا ما سعد لا لا مسفر موافق الله إيه موافق موافق خلاص انت تقبل عروض ولا ما تقبل لا ما اقبل الشباب عندهم عروض تقبل ولا لا؟ في ناس بتروح نسبة أقل. ما يقبل. خلاص انت. تقبل؟ ما يقبل ما يقبل. طيب اكتب اسمك. ما يقبل يا إخوان الرجل رافض. لا 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 مو بهاج لا لا كيف خلونا يكتب بهاج؟ هو صدق نفسه اسمه عايد اكتب عايد. لا حسب الاسم اللي في البطاقة. عايد عايد. طيب اعطيني ورقة ثانية. اللي قبلها كتبت بهاج ولا كلها كتب بهاج خلاص يعدلون خلاص يعدلونها مع بعض الله يحفظهم يا رب شكرا لهم اتفقوا خلاص يصلح خذوا وروحوا الله يحفظ يا بهاج عايد مسفر مبروك قم يا صباح يا ذيباء نبي هادي بدل ما تراس تبغون اليوم لا لا بقدم اي دخل تعال يا مسفر تعال الله يحفظك تعال يا صديقي تعال تعال يا بابا وين استاذ سعد سبيعي شوف شوف في بيعات بتجي الحين يا شباب